انضميت للبرنامج الصيفي في اسعاف دبي، اشتغلت على تنسيق الدورات واصدار الشهادات. كل الشكر للمؤسسه واداره التدريب على اتاحه الفرصه. تدربت على اجراءات التنظيم الاسعافي، كل الشكر اسعاف دبي على اتاحه الفرص لاكتساب هذه الخبره. متدرب صيفي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اشتغلت على التفكير التصميمي لخدمة التوعية المجتمعية ومشروع النظم الجغرافية لنقاط الإسعاف، بالإضافة إلى فرز وترتيب قاعدة بيانات المتعاملين. أشكر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على إتاحتها هذه الفرصة لي لكسب هذه الخبرة.